وتجدد مصر دوما التأكيد على مواصلة جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، والسعي الحثيث من أجل زيادتها بما يسهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون في القطاع. المزيد عن الجهود المصرية في العرض التالي وزميلة رغدة بكرة. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم. إذن جهود مصرية مكثفة وكذا متواصلة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة من أجل حقن دماء الأشقاء الفلسطينيين في القطاع وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والطبية لسكان القطاع المحاصر. إذن مصر مشاهدينا أعلنت أنه منذ انطلاق مرور شاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة عبر منفذ رفح على معبر كرم أبو سالم حسب الاتفاق بالتأكيد مع الجانب الإسرائيلي، بالإضافة إلى معبر العوجة كما كان الوضع سابقا، وهو الأمر الذي من شأنه تسريل وتسهيل وصول الشاحنات لقطاع غزة وكذا زيادة عدد هذه الشاحنات في حدود من 60 حتى 80 شاحنة يوميا. كذلك أعلنت مشاهدينا مصر زيادة كمية الوقود الداخل لقطاع غزة يوميا من 129 ألف لتر إلى 189 ألف، بالإضافة إلى شاحنتي غاز منزلي وهو ما تم إدخاله بالفعل إلى القطاع. ومنذ بدء دخول هذه المساعدات الإنسانية المقدمة للأشقاء الفلسطينيين عبر معبر رفح إلى قطاع غزة، فقد بلغ حجم المساعدات الطبية إلى 3866 طنا من المساعدات والمواد الإغاثية و 22799 طنا، وحجم المياه أيضا وصل إلى 13936 طنا، بالإضافة إلى 5073 طنا من المواد الإغاثية الأخرى و 48 سيارة إسعاف. كما استقبلت أيضا مصر في نفس الفترة 773 مصابا ومريضا من أبناء غزة لعلاجهم بالمستشفيات المصرية وكذا ببعض الدول الشقيقة والصديقة، ومعهم نحو 612 مرافقا، بالإضافة إلى عبور 14023 شخصا من الرعاية الأجانب ومزدوجي الجنسية، وصلوا إلى 2135 مصريا من قطاع غزة. تجدد مصر دائما أيضا التأكيد على مواصلة جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وكذا السعي الحثيث من أجل زيادتها بما يسهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي بالتأكيد يعاني منها الأشقاء الفلسطينيين في القطاع. أيضا تتواصل الجهود المصرية الدبلوماسية للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ولدعمه بشتى السبل الممكنة في الحفاظ على أرضه ورفض أي مخطط إسرائيلي لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة بشكل طوعي أو قسري. أيضا أكدت مصر أن الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة تعد انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وكذا القانون الدولي الإنساني، وتتعارض مع مسؤوليات إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال وفقا للمادة 49 من اتفاقيات جنيف. مشاهدينا الكرام، ما كان هذا استعراضا موجزا للجهود المصرية بالتأكيد المتواصلة في دعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. نشكر لكم دوما طيب المتابعة.